يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخبر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أن الطاعة حق مشترك بين الله ورسوله، كقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نعم، لكنه قال في درس اليوم ولا يدعى إلا الله ولا يطاع إلا الله، فكيف؟ نعم، الأصل أنه لا يطاع إلا الله، والرسول مبلغ، يطاع الرسول أيضا يطاع لأنه مبلغ عن الله، فأصل الطاعة لله سبحانه وتعالى، وإنما الرسول مبلغ لطاعة الله. نعم.